مساء الخير شباب، معكم سارة وتسامي من لايت اكاديمي، والنهارده فيديو جديد من فلاتر هنتكلم فيه عن الانيميشنز. تمام، هنبتدي ونتكلم عن الامبليسيت انيميشنز. عشان نفهم ازاي نستخدمها وليه بنستخدمها اصلا، هنبتدي وندي مثال بسيط. تمام، هندي مثالين النهارده. تعالى كده في البدايه خالص، عندي في البروجكت انا كل اللي انا عامله دلوقتي عندي سكافولد وجواه كونتينر بس مش اكتر. وتعالى انا هبتدي واعمل بدل الكونتينر دي هعمل ستيت في الويدجت. تمام، وهسميها مثلا animation example مثلا. تمام، وطبعا هحطها بدال الكونتينر اللي موجوده جوه سكافولد. تمام، وتعالى كده بقى في الانيميشن ديت هنحط ويدجت سنتر وجواها الكونتينر، وتعالى ندي height و width للكونتينر ديت، مثلا ممكن نقول 200 مثلا، وبرضو نديها color نخليه طبعا black. تمام، وتعالى نعمل control S، وزي ما انت شايف الكونتينر ظهرت عندي في السكرين. تمام اوي، تعالى بقى كده نراب الكونتينر دي جوه widget تانية اسمها opacity، واحنا عارفين ان الاوباسيتي فيها اوباسيتي وبتاخد درجة الشفافية، بس تعالى بقى نديها من خلال متغير، مش هحطها كده على طول، فهعمل متغير من نوع دبل وهسميه مثلا اوباسيتي ليفل. تمام، وهديله في الاول القيمة بتاعته 1/10، وهديله 1/10 في الاوباسيتي ديت، فهديلها الاوباسيتي ليفل. تمام كده، ولو عملنا كنترول اس هتلاقي بالفعل الكونتينر اللي حصل ان درجة الشفافية بتاعتها زادت فبقت شفافة. طب دلوقتي اللي انا عايز اعمله ايه؟ انا دلوقتي انا عايز لما اجي اعمل كليك على الكونتينر الاوباسيتي بتاعتها تتغير ما بين 1/10 لـ1، يعني ترجع للونها الطبيعي. فكل اللي انا هعمله هراب الكونتينر جوه جيستر ديتكتور، تمام، بحيث ان انا اقدر استخدم اون تاب، وهديله هنا اسم ميثود هعملها، ممكن مثلا نسموها تشينج اوباسيتي مثلا. تمام كده، وتعالى نعمل لها امبلمنت، وتعالى هنا كل اللي انا هعمله بس ان انا هغير الاوباسيتي ليفل، بدل ما هو كان بـ1/10 هخليه بـ1. تمام، وخلي بالك من نقطة هنا ان الاوباسيتي ليفل ما ينفعش يزيد عن 1. تمام، انت عندك الرينج بتاعك اخره 1، ماكسيمم بتاعته 1، فلو خليتها 1 وي هيدي لك اكسبشن، فخلي بالك من النقطه دي. وطبعا تعالى بقى نحط الاوباسيتي ليفل كله جوه سيت ستيت عشان يتعمل ريبيلد للويدجت اول ما الاوباسيتي تتغير، وكده كل حاجه مظبوطه. تعالى نعمل كنترول اس، وطبعا بقى لو رحنا وعملنا كليك على الويدجت هتلاقي بالفعل ايه اللي حصل، الاوباسيتي اتغيرت، وزي ما انت شايف الكونتينر بالفعل لونها اتغير. واحنا تقريبا ممكن نستخدم الحاجه دي عندنا في اي ابلكيشن بشكل يعني مباشر وكتير قوي، بس ده مش اللي احنا عايزينه. انا دلوقتي الانتقال ما بين القيمه القديمه والجديده كان لحظي ومباشر على طول، انا مش حابب كده، انا حابب الانتقال يكون بشكل افضل. وهنا هنقدر نستخدم نقطه الانيميشن. تعالى كده، بدل ما كنا بنستخدم ويدجت اسمها اوباسيتي هنستخدم ويدجت اسمها animated opacity. طب ايه الفكره في الويدجت دي؟ انها بتديني حاجه اسمها duration. تمام، والduration دي هي الفتره اللي هتنتقل بيها ما بين الفاليو القديمه والفاليو الجديده. يعني لو قلت هنا 2 وعملت طبعا كنترول اس مش هتتغير، لازم اعمل hot reload. تمام، انا المفروض دلوقتي ان الانيميتد opacity بتاخد حاجه اسمها duration، هي طبعا مسؤوله عن الاوباسيتي، هي اسمها animated opacity لان هي مسؤوله عن الاوباسيتي. تمام، فالديوريشن اللي انا بديها لها دي الفتره اللي هتنتقل فيها ما بين القيمه القديمه والقيمه الجديده، يعني هي تبقى مسؤوله عن ان هي تقعد تزود في الاوباسيتي واحده واحده خلال 2 لحد ما توصل للقيمه الجديده بتاعتها اللي هي في الحاله دي 1. تعالى كده نشوف الكلام ده عمله، ولو عملت كليك هتلاقي ان الكونتينر بتظهر واحدة واحدة، ما ظهرتش مرة واحدة، لأ، واحدة واحدة. ودي فايدة الانيميتد اوباسيتي، إن هي مسؤولة عن إن هي تنقل لك ما بين الفاليو القديمة والفاليو الجديدة بشكل سلس. تمام، دي فكرة الانيميتد اوباسيتي. ندخل بقى لمثال تاني يوضح لنا برضو الموضوع ده أكتر. تعالى دلوقتي بدل ما كنا في الكونتينر مدينها الفاليو 200 و200، تعالى نديها لها باستخدام برضو متغير، فهعمل مثلا متغير اسمه height،
وهديله برضو نفس الفاليو، وبرضو نفس الكلام في الويدث، وهعمل برضو شوية متغيرات تانية للراديوس وللكالر، وهقول للراديوس طبعا ب20، ونفس الكلام في الكالر هديها الكالر بلاك. وتعالى بقى ندي الفاليو دي للكونتينر، هنا هقول الهايت، وطبعا في الويتس هستخدم الويتس، وبدل ما كنت بستخدم الكالر على طول انا هستخدم الديكوريشن اللي عندي. تمام، طبعا احنا عارفين ان هو بياخد بوكس ديكوريشن، وممكن من جوه اديله الكالر واديله برضو ايه الراديوس، فانا هديله الراديوس بتاعه. تمام، وبرضو نفس الكلام هديله الكالر، وخلي بالك لازم الكالر يكون جوه البوكس ديكوريشن، لان انت لو حطيته بره البوكس ديكوريشن وانت مستخدم ديكوريشن هيرمي لك اكسبشن. تمام، فخلي بالنا من النقطه ديت. طبعا هنا في كوما، حلو قوي كده. دلوقتي نفس الكلام في الانيميتد كونتينر، انا كل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا لما اضغط على الكونتينر بدل ما كانت الاوباسيتي هي اللي بتتغير، لا انا عايز بقى كل الكالر والهايت والويدث الحاجات دي كلها تتغير. تمام، فنفس الكلام هعمل ميثود، طبعا اغير الميثود اللي اسمها change opacity، وهعمل ميثود تانية مثلا نسميها start animation. وفي ال start animation كل اللي هعمله ان انا هغير ال width وال height، وعشان يبقى الموضوع واضح اكتر هنديها height من خلال ال class اللي اسمه random، بحيث ان هو يجيب قيم عشوائية كل ما اجي اعمل click، فهستخدم random. طبعا هستخدم الميثود اللي هي next double مش end، نمسح ديت نخليها double. تمام، وهنا هو بيديني قيمة ما بين الزيرو والواحد. تمام، فطبعا انا هعمل لها سكيل، فهضربها مثلا في 200 مثلا. تمام، نفس الكلام هعمله في الويتس، ونفس الكلام برضو هعمله في الراديوس وفي الكالر. طبعا انت هنا ممكن تختار السكيل اللي انت عايزه في موضوع الراديوس، فانا اخترت 100. وبعد كده في الكالر هستخدم برضو الراندوم، بس طبعا هستخدم الراندوم جوه الكالر بقى، لان انا عندي انا بغير الكالر قيمته بتتغير من خلال الكونستراكتور، فانا هغير في القيمه اللي داخله في الكونستراكتور. تمام، فنخلي بالنا من النقطه ديت. فانا هضرب الكالر، انا ببتدي من الكالر بلاك، فهضربه في راندوم، وراندوم هختار نيكست انت، والنيكست انت هنا بتديله الماكسيمم فاليو اللي ممكن يوصل لها. فانا في الحاله دي انا هديله الماكسيمم فاليو، طبعا احنا عندنا في الهكس اكبر حاجه ممكن توصل لها اللي هي الوايت اللي هي اف اف اف. تمام، خلي بالنا من النقطه دي. فانا اقصى حاجه هديها لها هتبقى اللون اللي هو الوايت. تمام، دي الماكسيمم فاليو بتاعتي. تمام قوي كده. كده بالفعل احنا خلاص عملنا الهايت والويدث والراديوس والكالر. تعالى بقى دلوقتي نحطهم كلهم جوه سيت ستيت. وكده المفروض كل حاجة تشتغل معايا. تعال نعمل كليك. زي ما انت شايف اللي حصل دلوقتي ان بالفعل الكونتينر بدأت تتغير، بس لو تلاحظ ان الكونتينر بتتغير تحسها كأنها صور بتتحط مكان التانية، يعني كل مرة بيحط لك صورة جديدة. بس انا مش عايز كده، انا عايز يبقى فيه عملية انيميشن، في انتقال ما بين قيمة للتانية بشكل سلس وملحوظ لليوزر، بحيث ان هو يقدر يحس ان في انيميشن يعني. عشان كده ان انا استخدم الكونتينر بالمنظر ده مش حل مناسب. فعشان كده انا هروح استخدم حاجة اسمها animated container، زي ما عملت في animated opacity نفس الكلام هستخدم هنا animated container. تمام، تمام جدا. ونفس الكلام بتاخد duration اللي هي الفترة اللي بتنتقل فيها ما بين value للتانية. فتعالى نديها duration ونخليها مثلا 3 ثواني، وتعالى نعمل control s، وتعالى نعمل click. وزي ما انت شايف
في عملية أنيميشن بتحصل. تعالى مثلا ممكن نقلل عدد الثواني مثلا لـ2 بحيث إن الموضوع يبقى أسرع شوية. تقدر تتحكم في الوقت زي ما أنت عايز، وزي ما أنت شايف في بالفعل عملية أنيميشن بتحصل والشكل جميل ومقبول، يعني على ما أعتقد اليوزر يحب يشوف حاجة شبه كده. دي طبعا أنت ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا، شبه إن أنت عندك باتن مثلا حابب تغير السايز بتاعه لما يجي يعمل كليك عليه، الكالر بتاعه، وعملية بالذات إنك تعمل سويتش للكالر دي بتحصل كتير جدا عندك في الأبلكيشن، فيفضل تخليها باستخدام الأنيميشنز بحيث إنه يبقى شكلها كويس. دي بقى فكرة الـ Implicit Animations. إيه الـ Implicit Animations؟ هي ويدجت جاهزة بتستخدم إنها تغير حاجة معينة، زي مثلا الـ Opacity استخدمت الـ Animated Opacity، الـ Container عشان غير الـ Width والـ Height والـ Color، كل ده باستخدام الـ Animated Container، تمام؟ طبعا دلوقتي هل هي دي الـ Implicit Animations اللي عندي؟ طب نفترض في حاجة مثلا حابب أغيرها ملهاش ويدجت من الـ Implicit Animations. في الحالة دي احنا هنستخدم custom implicit animations، تمام، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو المرة الجاية. بس كده الفيديو النهاردة يكون خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم فيديو المرة الجاية، ومع السلامة.